رامبرانت، ذلك الرسام الهولندي الذي كان يعتم الطبيعة نفسها ليمنح الإنسان المزيد من النور، فأشخاصه يقيمون في الظل ويشعون من الداخل، وفعله مباشر في أرواح الناس. تجد أكثر روائعه بلاغة هنا أيضاً، إلى جوار متحف لفان جوخ الذي كان له سيطرة على أنواع شتى من الضوء. وهل من رسام فاقه إقناعاً في تصوير ضوء النجوم؟ توصف أمستردام الهولندية بأنها عاصمة حالمة عابثة، لكنك لو زرت متحف رايس كومبوزيوم واطلعت على رائعة رامبرانت الحراسة الليلية لأدركت حقاً أن الأضواء الطبيعية تداعب، أما الأضواء المصطنعة فتصدم. يرتبط اسم الرسام الهولندي الشهير رامبرانت بالعاصمة الهولندية الساحرة أمستردام، ففيها ولد عام 1606 وفيها عاش 61 عاما. وعندما نزور هذه العاصمة الحالمة العابثة لابد من جولة في متاحفها المتمركزة في ساحة كبيرة واحدة، فيها متحف الرسام الأشهر فان خوخ، وفيها طبعا مقصدنا في هذا التقرير متحف رايكس ميوزيوم الذي ترقد فيه درة الفن الهولندي لوحة رامبرانت الشهيرة الحراسة الليلية، القصر المتحف الفخم الذي سقفت فضاءاته المفتوحة الكثيرة بالزجاج ليكون كمتحف اللوفر بباريس قبلة السائحين والزوار. الدخول للمتحف يتطلب المرور حول مبناه الفخم المميز الذي يعاد ترميمه والإضافات عليه كل حين. تمتلئ حدائق القصر المتحف الغناء بعدد كبير من التماثيل والنصب الحديثة التي زرعت بمختلف الساحات لتكون جنب التماثيل القديمة لإحداث مزج راق بين التراث والحداثة، بين الكلاسيك وما بعد المودرنيزم. حول المتحف الواقع بقلب المدينة نمر على منزل الرسام الذي تحول اليوم إلى مزار فني لمدارس الأطفال والشباب ليتعرفوا إلى رسام بلادهم الخالد الذي صنع لهم تاريخاً وترك لهم إرثاً يتباهون به أمام العالم. لوحة حراس الليل للفنان ريمبرانت التي رسمت عام 1642. استغرق العمل بهذه اللوحة لمدة 3 سنوات متكاملة. عمل جبار وضخم، يزن العمل إلى 340 كيلوغرام تقريبا وزنه، من مواد فنية، رسم وزيت وقماش وغير شيء. فكرة لوحة حراس الليل التي لم تكن معروفة بهذا الاسم آنذاك هي فكرة لمجموعة محاربين أو مسلحين اللي كانوا يسكنون في أمستردام. كان هناك لهم تجمع في مكان معين، فاختار هذا التجمع أنه يعمل لوحة لهؤلاء الأشخاص الموجودين. ندخل المتحف بعد عناء لنمر قبل لوحتنا ومقصد تقريرنا اللوحة الشهيرة الحراسة الليلية بمجموعة كبيرة من اللوحات والتحف الفنية النادرة التي قسمت حسب القرون والأحداث التاريخية. سنشاهد بخاصة اللوحة الشهيرة جداً بائعة الحليب للرسام الهولندي فريمير، والتي يتسابق لرؤيتها الزوار كأنهم في بحث عن موناليزا هولندية فاتنة تبيع الحليب الهولندي الفاخر لكل ما يطلبه من الزوار. نحن الآن في أكثر قاعات المتحف اكتظاظاً، قاعة رامبرانت التي تحوي على كنوز هذا الرسام. القاعة تضم الكثير من اللوحات الشهيرة الأخرى، لكن العيون شاخصة باحثة إلى اللوحة الأشهر الحراسة الليلية أو فرقة الرمي التابعة للكابتن كوك. هذه اللوحة الزيتية العملاقة هي درة العصر الذهبي للرسم الهولندي، العصر الذهبي لهولندا في قرنها 17، أين انتهت حرب الأيام 8 وأصبحت هولندا مستقلة لتبدأ أيامها الذهبية رائدة لأوروبا في مجالات الفن والعلوم والتجارة. رسمت اللوحة بتأثيرات عظيمة لضوء الشمس والظلال.
الضوء المتغلغل عبر الراية الكبيرة التي يحملها أحد الحرس ليعبرها الضوء مسلطاً على ثلاثة شخصيات رئيسية في اللوحة، هم الكابتن ومساعده والفتاة الصغيرة. لم يقف العقل الهولندي المبتكر عند هذا، بل ذهب إلى تجسيد لوحة الحراسة الليلية بشكل تماثيل ووضعها في أهم ساحات المدينة، ساحة رامبرانت. فتحت تمثال الرسام الشهير في الساحة انتشرت شخصيات اللوحة وتوزعت بشكل تماثيل لتضفي مزيدا من الجمال والفضول للمشاهد لمعرفة المزيد من أسرار اللوحة ولتضاعف أعداد الزوار والسائحين إلى هذه العاصمة النهمة للجمال والمعرفة والأشياء الأخرى الكثيرة. وقت التقرير قصير، ولو كان أطول لمزجنا لكم بين شخصيات اللوحة على القماش ثم وهي مجسدة لنكتشف مزيداً من عوالم هذا الرسام العظيم. دعونا نترك ذلك لخيالكم.